السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد التي نسلط خلالها الضوء على إشكالات التعليم عن بعد في موريتانيا بعد تجربته في البلاد في الأشهر والأسابيع الأخيرة بعد تعطل الدراسة منتصف مارس الماضي. نناقش الموضوع مشاهدينا الكرام على ضوء إطلاق وزارة التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب الوطني الموريتانية عملية إرسال معدات دراسية لصالح المترشحين لشهادة ختم الدروس الابتدائية، شملت 10,000 كتاب ومستلزمات دراسية لتقوية المترشحين للشهادات الوطنية في سياق جائحة كورونا وتأثيراتها على المنظومة التربوية الوطنية. وتستهدف العملية المعلن عن انطلاقتها اليوم بالعاصمة نواكشوط بالتعاون مع مكتب اليونيسف هنا في موريتانيا، تستهدف ولايات الحوض الشرقي والعصابة وقيديماغا. وكانت موريتانيا قد علقت تقديم الدروس أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية للتأقلم مع الإجراءات التي فرضتها جائحة كورونا التي ظهرت منتصف مارس في البلاد. نناقش الموضوع مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من المشهد مع ضيفنا الدكتور محمد والمني والغلام، المفتش المكلف بالتعليم الأساسي في وزارة التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب الوطني. أهلا وسهلا بك. لو بدأنا في المحور الأول بهذا الخبر المتعلق بإرسال هذه الكمية إلى الولايات الداخلية، قبل أن ندخل في تفاصيله نريد أن تضعنا في سياق ما تم توزيعه اليوم على مجموعة من الولايات المنتقاه هو عبارة عن دليل تربوي تم إنتاجه مؤخرا يشمل مجموعة الدروس التي قدمت تلفزيونيا وإذاعيا وتمت طباعتها وتم تهيئتها من قبل طاقم تربوي مختص، 10,000 كتاب ودليل تربوي، إضافة إلى كمية معتبرة من الأجهزة الإذاعية 1300 جهاز إذاعي، إضافة إلى بعض المعدات والتجهيزات التربوية الأخرى كالدفاتر وغير ذلك. هذا فضلا عن 4 سيارات رباعية الدفع. أيضا تم إرسالها إلى 3 ولايات، حوض الشرقي والعصابة وقي دماغة، إضافة إلى مقاطعة باسكون. هذه هي حصيلة التجهيزات التربوية التي تم إرسالها اليوم من طرف منظمة اليونيسف. هذه التجهيزات يتم إرسالها بالتعاون بين الوزارة ومنظمة اليونيسف أو مكتبها هنا في نواكشوط، لكن الملاحظ أنها ركزت على 3 ولايات بالإضافة إلى باسكنو. أسباب هذا التركيز على هذه الولايات دون غيرها؟ من الطبيعي جدا أن ولايات الوطن تختلف من حيث المساحة والوعورة، وهناك بعض الولايات التي تحتاج إلى دعم وسند فيما يتعلق بالتنقل، تنقل مدير جهوي ومفتشي المقاطعات. هذه الولايات التي تتبع لها مناطق معزولة ونائية، ومن الطبيعي جدا كموريتانيين أن نحدد الحوض الشرقي وقي دماغة مثلا بوصفهما ولايتين تضمان الكثير من المناطق المعزولة والتي تحتاج إلى سيارات رباعية الدفع. أيضا هذه العزلة تجعلنا أيضا نعطيها الأولوية في الكتب التربوية، لأن هناك بعض المناطق التي لا يصلها البث التلفزيوني والإذاعي. الكتب موجهة للمناطق تحديدا التي لا يصلها البث التلفزيوني، يعني غير مغطاة بالبث التلفزيوني. طيب هذه المناطق فقط هي التي لا يصلها البث التلفزيوني، ليست هناك مناطق أخرى بالشمال مثلا؟ ليست حصرا، هذه مجرد نماذج. هذا دعم منظمة دولية وليست سياسة وزارة تستهدف تغطية الحيز الجغرافي القطر كله. طيب هذه المساعدات تأتي بعد أشهر من انقطاع التعليم ودخول الوزارة في تجربة التعليم عن بعد التي بدأتها بتجربة البث التلفزيوني للدروس والبث الإذاعي، ألا يعتبر هذا التقديم جاء متأخرا نسبيا على اعتبار أنه نحن الآن ندخل تقريبا الشهر الثالث من تجربة بث الدروس رقميا؟ الدروس الإذاعية والتلفزيونية واكبت توقف الدروس، بدأت من 23 مارس وهي كانت اضطرارا ليست خيارا، هي عبارة عن محاولة تخفيف وضع التلميذ اضطرارا في منزله بواقع الحجر الذي فرضته السلطات العليا للدولة نتيجة تفشي وباء كورونا. لكن هذه الدروس الإذاعية والتلفزيونية واكبت البرنامج خلال الشهرين المنصرمين. ما تم اليوم إرساله إلى بعض الولايات هو خلاصات، يعني خلاصات هذه الدروس التي يفترض أنها وصلت. وهذه الخلاصات أيضا عبارة عن دفعة واحدة. نحن بدأنا عملية إرسال هذه الأدلة التربوية إضافة الأجهزة الإذاعية والمعدات الأخرى.
بدأناها اليوم لكنها مجرد بداية، يعني هي دفعة رقم واحد، ستتبعها دفعات أخرى. لكن الفكرة أنه إرسال هذه المعدات وإرسال هذه الكتب في هذه الفترة، أنه يأتي بعد 3 أشهر من استمرار تقديم الدروس على 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 عبر الإذاعة وعبر التلفزيون أيضا، تقديم الكتب الآن وهذه الوسائل لمن كانوا في انقطاع عنها في هذه الفترة، ونحن نقترب من إكمال الشهر الثالث من دخول هذه الوضعية، ألا يعتبر جاء متأخرا؟ ما الذي دعا الوزارة لكل هذا التأخير؟ وهناك حديث أنه فيه استئناف للدراسة بعد أسابيع، بعد أسبوعين أو 3 أسابيع تقريبا. على أي حال ثمة إكراهات في الوسائل ربما، وهناك إكراهات مختلفة ذات أبعاد تربوية وذات أبعاد لوجستيكية وغيرها، لكن المؤكد فعلا هو أن هذه الدروس تم تقديمها في الوقت المناسب، يعني دروس تلفزيونية والإذاعية. نحن اليوم نتحدث فقط عن كتب، عن خلاصات وأدلة مكتوبة محررة، على وعسى أن تكون ثمة مناطق لم تعطيها التغطية التلفزيونية والإذاعية. أتفق معك أن ثمة تأخرا ما شيئا ما، لكن لكل شيء طبعا هناك إكراهات جعلت هذا التأخر يصبح واقعا معينا، وهذه العملية كلها تمت مع منظمة أخرى، هذه ليست في مقدرات وزارة المالية وإنما هي بالتعاون مع منظمة اليونيسف. اليونيسف أيضا ربما لديها إكراهاتها وربما لديها خطط عملها وغير ذلك، لذلك كله قد يكون حدث تأخير ما لتوزيع هذا فيما يتعلق بجانب المسؤولية بالنسبة للمنظمة، لكن أنتم كوزارة مسؤولون عن هذا القطاع تتحملون جانب من المسؤولية فيما يتعلق بتأخير هذه الدروس عن مناطق لم يكن يصلها البث الإذاعي ولا التلفزيوني، ونحن نتحدث عن تنظيم المسابقة فيما يتعلق بالدروس، بختم الدروس الابتدائية بعد أسابيع حسب ما يقال في بعض الأوساط الإعلامية. على أي حال أعتقد أن البلد يعيش في ظل وضع طارئ والوضع الصحي الطارئ، وله إكراهاته وله محددات العمل فيه. نحن نعيش تحت سلطة الجيش الأبيض، يعني الطبيب والموجه الصحي، بمعنى أن الحالة الطارئة تجعل الكثير من الأوضاع تختلف عما هي عليه لو كانت الأمور طبيعية. نحن هنا نضطر إلى التعليم عن بعد اضطرارا كما قلت لك، اختيارا، وحتى الأساليب وحتى التوقيت الزمكاني يختلف أيضا عن الظروف الطبيعية. ينبغي أن طوال دائما تفكر في أننا نعيش حالة طوارئ، وعندما تكون هناك حالة طوارئ سيكون السلوك وسيكون التسير أيضا ذا صيغة صفة. لكن الوزارة كجهة وصية على هذا القطاع ممثلة للحكومة كانت لديها علم بأن هناك بعض المناطق لا يصلها البث التلفزيوني ولا الإذاعي، وعلى الرغم من ذلك كانت تواصل استمرار الدروس، وهي تعلم أنه عشرات إن لم يكن مئات الطلاب لا تصلهم هذه الدروس، وهي الآن ترسل لهم الكتب وستنظم امتحانات بعد تقريبا أسابيع. لا تبالغ كثيرا، أعتقد أن تغطية الإذاعية تعطي معظم القطر الموريتاني. أيضا الإدارات الجهوية ومفتشيات المقاطعات وحتى مفتشي القطاعات ومدير المدارس أيضا انغمسوا في عملية في النشاط التعليمي عن بعد، يعني هم على تواصل مستمر مع تلاميذ السنة السادسة في خلال الشهرين المنصرمين. يعني هناك دروس تقدم على الميدان على الطبيعة محررة ومكتوبة للتلاميذ السنة السادسة في أقصى أقاصي هذا البلد. إذا لا تعتبر أنه اليوم فقط هو الذي ستصل فيه الدروس محررة إلى تلك الفئة المحرومة من التغطية الإذاعية والتلفزيونية. هناك نشاط أيضا آخر موازي وصامت يحاول أن يغطي كل المدارس الموريتانية وتلاميذ الفصل السادس في على امتداد البلد كله. طيب في حديث في الوساطة الإعلامية أنه وزارة التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب ووزارة التعليم الثانوي بصدد تقديم مقترح للحكومة في مجلس الوزراء المقبل غدا لاستئناف الدراسة وتنظيم الامتحانات فيما يتعلق بالنسبة لكم أنتم في ختم الدروس، فيما يتعلق بختم الدروس الابتدائية منتصف الشهر المقبل أو بعد أو في 20 منه. ما صحة هذه المعلومات وما هي الخيارات المتاحة لاستئناف الدراسة؟ الصحيح فقط والذي أستطيع أن أؤكده هنا أنه منذ اليوم الأول الذي اضطرنا فيه إلى تقديم الدروس عن بعد، ونحن نفكر فيما بعد هذه الدروس، يعني متى سنستأنف الدروس بشكل طبيعي، وحتى إذا لم نتمكن من تقديمها بشكل طبيعي كيف سنجري الامتحانات. هذا السؤال هاجس ظل يؤرق الوزارة ومخطط الوزارة. وهناك لجان تعمل
على استشراف المستقبل، استشراف كيف يمكننا أن نجري امتحانات. لم يتحدد تاريخ رسمي، ولم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشيء في هذا الصدد. إنما هناك فقط تدارس لهذه الوضعية، ثمت إمكانية وثمت إمكانية لا، ثمت إمكانية أن نستأنف في الدروس في الشهر السابع وأن نجري امتحانات في تاريخ في يوم منه، وثمت احتمالات أخرى. كل هذا على طاولة البحث، وهناك فرق متخصصة تربوية في الوزارة عاكفة على دراسة ما يمكن القيام به في هذا الصدد. أما أن أؤكد لك خبرا كهذا لا يمكن. فيما يتعلق بالخيارات المتاحة، ودعنا نتحدث عن وزارة التعليم الأساسي بما أنكم مفتش المكلف بالتعليم الأساسي فيها، فيما يتعلق بالخيارات المتاحة لاستئناف الدراسة، هل نتحدث عن وجود خيار بين هذه الخيارات يتعلق باستئناف الدراسة بكل السنوات، أم هناك تركيز على سنة على السنة السادسة على سنة ختم الدروس الابتدائية؟ كل خيارات مطروحة، نحن نناقش كل الاحتمالات والخيارات. بطبيعة الحال تختلف وضعية السنوات الأخيرة، سنوات الشهادات، عن السنوات الأخرى، لأن هناك استحقاق يترتب على السنة السادسة، وبالتالي نحن نركز أكثر على وضعية التلاميذ السنة السادسة، ونفكر في كيفية إجراء امتحانات لهم بشروط تضمن سلامتهم وتضمن الحفاظ على التباعد الجسدي والاجتماعي، وعلى الشروط أيضا التربوية المناسبة. نحن تركيزنا يظل منصبا على الفصل السادس وعلى تلاميذ الفصل السادس، لأنه فصل شهادة. هذا فيما يتعلق بخيارات استئناف الدراسة. نحن الآن على بعد، يفترض أن السنة الدراسية الآن في هذه الأيام كانت ستكون قد انتهت، هل تفكر الوزارة في استئناف الدراسة فيما يتعلق بالسنوات الأخرى، أم أنه التركيز فقط على كيف نستطيع ختم السنة بتجاوز السنة الإشهادية بالنسبة لكم أنتم؟ كل شيء موضوع مطروح على الرف وعلى الطاولة. كل إدارة قدمت دراسة في هذا المجال، المختصون والخبراء في الوزارة قدموا دراسات مختلفة. نحن هنا بصدد محاولة الجمع بين معادلتين، الحفاظ على سنة ذات لون طبيعي يعني ليس سنة بيضاء، وفي نفس الوقت احترام التباعد الاجتماعي ووضع الحجر الصحي. وهذه المعادلة ذات حدين متناقضين إلى حد ما، وبالتالي نحن نحاول البحث عن نقطة الوسط ما بين طرفي المعادلة. والتركيز يظل دائما على الفصل السادس كما قلت لك، يظل التركيز عليه. لا يعني هذا استبعاد أن نفكر في مقاربة لفصول أخرى، هذا يمكن وممكن ووارد، لكن التركيز حتى الآن يظل على الفصل. وهذه نقطة الوسط التي يمكن أن تربط بين النقطتين، هل توصلت الدراسات التي قدمها المختصون والباحثون في هذا المجال، هل توصلت لها؟ هل اقتربت منها؟ تم تقديم أكثر مقترح، حتى الآن تم تقديم مقترح إجراء امتحان حصرا للفصل السادس، مع الحفاظ على حال تباعد كبيرة ما بين التلاميذ، بمعنى أن القاعة تكون محدودة التلاميذ، وذلك أيضا يعطينا إمكانية استغلال المعلمين الفصول الآخرين للرقابة، ويعطينا إمكانية استغلال القاعات الشاغرة، قاعات فصول أخرى. كل هذا يمكننا أن نجري امتحانا آمنا للفصل السادس. هذا فيما يتعلق بالخيار الأول. هذا أحد الخيارات. هناك خيارات على الاتجاهات كلها. هناك خيارات أن العودة للدروس على كل يعني بالنسبة لكل السنوات، بالنسبة للمستويات كلها، مع مراعاة أيضا الحد الأعلى من 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 من, من التباعد الاجتماعي والجسدي وغير ذلك. وهناك دراسات تقول أن نحصر الافتتاح على الفصل السادس، وشخصيا أميل لهذا الخيار. هذه خيارات فقط. نحن هنا أمام استحقاق تعقيم الفصول، توفير كمامات، توفير قفازات، توفير الحد الكافي من القاعات التي تضمن أن يكون العدد محدودا في الفصل، وتوفير العدد الكافي من المعلمين لهيئة الرقابة إلى غير ذلك. بالتالي هناك من يميل، وأنا من بينها الفريق التربوي، لأن تكون العودة للدروس محصورة عن الفصل السادس فقط، مع دراسة مقاربة أخرى للتعامل مع باقي. أفهم من ذلك أنه كل الخيارات التي قدمها الباحثون والمختصون في الوزارة لم يكن من بينها أي مقترح بإلغاء هذه السنة بأن تكون سنة بيضاء؟ هذا يقودني أو يدفعني للتساؤل عن أسباب
أو الأسباب التي دفعت الوزارة لهذه الاختيارات، مع العلم أنه نحن الآن ندخل تقريبا الشهر الثالث أو نكمل الشهر الثالث من تعطل الدراسة في الفصول؟ الخيارات أو المعايير التي دفعتكم لهذه الاختيارات وعدم إلغاء السنة ما هي؟ الكل يحاول أن يتفادى سنة بيضاء نتيجة نظرا لكلفتها، كلفتها الاقتصادية، كلفتها النفسية، كلفتها الاجتماعية. على أي حال سنة بيضاء تعني الكثير، تعني أن هناك عدة أجيال سيتم اكتتابها في السنة الأولى مثلا، تعني توقف الكثير من 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 من, من الكوادر في مجالات الصناعة وفي مجالات التدريس وفي كل مجالات، في مجالات التقنية توقفها في نقطة لا تبارحها، لا تبرحها، بمعنى أن البلد سيقف على ساق واحد. وبالتالي السنة البيضاء دائما خيار يتم تفاديه إلى أقصى الحدود، ولا نضطر إليه إلا اضطرارا، لا نستخدم إلا اضطرارا، وأنا أرجو من الله تبارك وتعالى لا نضطر إليه. وبالتالي نحاول ويحاول كل أن تكون هذه السنة في نهاية المطاف سنة طبيعية، وأن تجري امتحانات في ظروف طبيعية ويتجاوز المتجاوزون، وأن لا ندفع كلفة سنة بيضاء. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا بعد فاصل قصير، نسلط الضوء على إشكالات التعليم عن بعد في موريتانيا بعد مرور 3 أشهر من دخول الوزارات المعنية في الحكومة الموريتانية في تجربة في هذا المجال. ابقوا معنا بعد الفاصل في هذه الحلقة من المشهد. لمواجهة تهديد فيروس كورونا في بلادنا، تدعو وزارة الصحة جميع المواطنين إلى الإطمئنان وتوخي الحيطة واحترام الإجراءات الوقائية التالية: غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو بمحلول معقم، تغطية الأنف والفم عند العطاس أو السعال بباطن المرفق، استخدام المناديل لمرة واحدة ورميها بعد الاستعمال في سلة الأوساخ، تجنب مصافحة الآخرين عند الشعور بالحمى والسعال والعطاس، والاتصال بالطبيب. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم الأخضر التالي. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من المشهد التي نسلط خلالها الضوء على إشكالات التعليم عن بعد وتحدياته في موريتانيا. نناقش الموضوع مع المفتش الدكتور محمد والمني والغلام، المفتش المكلف بالتعليم الأساسي بوزارة التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب. أهلا وسهلا بك. نحن الآن تقريبا نكمل الشهر الثالث من تجربة التعليم عن بعد التي دخلتها وزارة التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب عبر تقديم الدروس رقمية عبر التلفزيون وعبر الإذاعة أيضا في البث الإذاعي. ما تقييم الوزارة لهذه التجربة، وهل يمكن فعلا أن تكون قدمت شيئا يمكن للوزارة أن تعتمد عليه في تقديم الامتحانات للطلاب؟ طيب، هذه التجربة جاءت مباشرة بعد دخول البلد في وضعية الحجر الصحي، وكانت تجسيدا لتعليمات معالي وزير التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب الوطني، التي كلفت لجنة الطوارئ بالتنسيق لتخفيف وطأة الحجر الصحي على تلاميذ المدارس. هذه اللجنة واللي هي لجنة الطوارئ والتنسيق كانت برئاسة السيد الأمين العام للوزارة. كان من أهم مخرجاتها هو البدء في تقديم دروس تلفزيونية وإذاعية. هذه الدروس كانت أساسا تتناول المواد الوازنة في المسابقة، في مسابقة دخول الثانوية الإعدادية، يعني المواد ذات الثقل في المعدل، كيف مادة الحساب والفرنسية والعربية والتربية الإسلامية، هذا الرباعي، والذي تم تقديم فيه دروس. أيضا تم تشكيل لجنة تعطير تربوي تقوم بعملية فرز وانتقاء طاقم تربوي قادر على أداء هذه المهمة. هذه الدروس تبث يوميا بمعدل درسين لليوم، وتتم الإعادة يوم الأحد. وفتحنا مجال لعملية التقييم. التقييم يشترك فيه الشريك الاجتماعي ممثلا في روابط طلاب التلاميذ، والشريك التربوي ايضا مجسدا في المديرين الجهويين للتعليم في الداخل ومفتشي المقاطعات والقطاعات ومديري المدارس والمستشارين التربويين وغيرهم. كان التقييم الاولي هو ان هذه الدروس سدت فراغا حقيقيا كان موجودا وجد لدى بدء الحجر الصحي، وان هذه الدروس ايضا تمثل تجربه غنيه ورائده يمكن البناء عليها والتاسيس عليها
للتعليم عن بعد في ظروف طبيعية. وبالمناسبة التعليم التلفزيوني وهو الذي يسمى يعرف بالتعليم غير النظامي يستهدف أساسا محلومية ومراجعة الدروس التي تم تقديمها أصلا، لكن الجديد في هذه التجربة هو أن التعليم عن بعد كان يقدم دروسا جديدة من الأساس جديدة وفق برنامج محدد أيضا، وأيضا يتضمن مراجعات والتمارين وغير ذلك. إذن هذه التجربة بالنسبة للوزارة كانت تجربة جديدة، كانت موجودة في التلفزيون المدرسية لكن بصيغة أخرى وبوظائف أخرى ومهام أخرى، أما هذه التجربة كانت تجربة جديدة وكان نتائجها الوصول والله تكوين طاقم مدرب ومتمرس يمكن مستقبلا البناء عليه لمواصلة. سنتوقف عند نقطة مدرب ومتمرس، لكن فيما يتعلق بنقطة الهدف أصلا من هذه الدروس، وهل يمكن أن فعلا نعتمد عليها لتقديم أو لإجراء الامتحانات؟ هل يمكن أن نعتمد على دروس قدمها مدرسون لم تتح لهم الفرصة للتكوين على طرق التعليم عن بعد وكيفية توصيل توصيل المادة التربوية للطالب بالشكل المناسب؟ هل يمكن أن نعتمد فعلا على ذلك لإجراء الامتحانات؟ أولا الطاقم التربوي لديه جله ومعظمه لديه تجربة في التلفزة المدرسية، يعني هو لم يبدأ من الصفر، لكن تجربة التلفزة المدرسية هناك فوائد، هناك فروق، لكن ثمة أيضا قواسم مشتركة ما بين النمطين. على أي حال كلاهما تعليم عن بعد، هل يمكن أن نعتمد عليه؟ نعم ممكن أن نعتمد عليه. على أي حال هي دروس مبسطة تتم من خلال تخصيص الوكيل يكون حاضرا عند البث، تم تعميم مواقيت بث هذه الدروس ليكون الوكيل حاضرا، المعلم يتم تعويضه نسبيا بالوكيل وبالدرس. حاولنا أن تكون هذه الدروس أيضا تجري بشكل يحاكي الدرس الطبيعية، المعلم يحاول تلاميذ المفترضين، يستخدم نفس التقنيات التي يستخدمها بالفصل، الغائب الوحيد هو التلاميذ والغائبون مع أنهم حاضرون بالأسماء أحيانا. وبالتالي يمكن إلى حد ما أن تخفف هذه الدروس من وطأة هذا الحجر في المنزل والتوقف عن الدروس. لا ندعي أنها يمكن أن تغطي النقص 100% أو أن تكون بديلا حقيقيا وكاملا للمعلم، هذا لا يمكن أن ندعيه، لكنها تساهم إلى حد بعيد في تعويض هذا النقص. أيضا مما يخشاه المربون هو تشكل ثغرة تربوية في معارف التلميذ. سنتوقف عند تلك النقطة أيضا، لكن خليني قبل أن نتجاوز هذه النقطة تحديدا، التلميذ كما ذكرت قبل قليل هو الغائب الوحيد وهو المستهدف الأول في 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 هذه الحالة. ما الذي يضمن أنه هذا التلميذ، أنه هذه المادة التربوية وصلت بالشكل المطلوب أو بنسبة معينة معتبرة تسمح بأنه 50% على الأقل لنقول من هذه المادة وصلت للتلميذ؟ ما الذي يعني يدفعنا للقول بأن هذه المادة وصلت؟ هذا علاقته قوية بالتقويم، نحن على تواصل مع روابط آباء التلاميذ وعلى الوسط الاجتماعي للمدرسة، هناك معاينة من طرف مكاتب آباء التلاميذ لمدى استفادة الطفل ولتعاطيه مع هذه الدروس، كما أننا أيضا هناك تواصل بيننا مع مفتش المقاطعات ومديرين الجهويين ومديرين المدارس الذين يزورون التلاميذ في منازلهم ويأخذون انطباعات الوكيل وتقييماته لهذه الدروس. هناك حوصلة لعملية تقويم واسعة تعطينا فكرة أن هذه الدروس تساعد التلميذ في هذا الغياب القسري عن المدرسة، مع أنها لا يمكن أن تكون بديلا كاملا. في أبعاد أخرى كثيرة مرتبطة بهذا، منها المستوى التعليمي أو الأكاديمي، لنقول لآباء التلاميذ أو للمربين في المنزل، ولطرق التربوية التي يمكنهم هم من خلالها حتى أن يوصلوا المادة أو يعينوا الطالب أو التلميذ على استيعاب هذه على استيعاب المادة التربوية. إذا كانت هناك إشكالات لدى الطالب أو لدى التلميذ، كيف يستطيع أن يتواصل مع المدرس لفهم هذه الإشكالات؟ ونحن نعلم أنه مستوى التعليم في البلاد يعني ليس متقدمة. طيب، أولا هناك تواصل واسع النطاق ما بين معلم السوادس وتلامذتين في هذه الفترة. عبر أي وسائل؟ عبر أكثر وسيلة. هناك وسائل منصات الواتساب التي غطت إلى حد ما قدرا كبيرا من 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 الخريطة المدرسية. هناك أكثر منصة في كل مقاطعة
وتصلنا إنتاجات منتجي المعلمين الذين ينتجون الدروس المنصات تصلنا ربما يوميا أو بعد كل أو نهاية كل أسبوع على أقصى حد. هناك أيضا فرق ما بين البيت المتعلم وهذا شيء معروف والبيت غير المتعلم، لكن ينبغي أن نتذكر دائما أننا نتحدث عن مستوى ابتدائي، يعني لا نتحدث عن مستوى جامعي. يكفي أن يكون الأبوان أو أحدهما متعلما يقرأ أو يكتب لكي يساعد ابنه في حاله. لكن واحد من الإشكالات أو واحد من التحديات المطروحة الطريقة التي يمكن من خلالها أن يتواصل الطالب مع المدرس، هل هذا الإشكال مطروح؟ هل تم التغلب عليه؟ الوسائل المتاحة للتغلب عليه؟ هذه الدروس أولا تم إنشاء استحداث منصة رقمية تم تسجيل فيها كل هذه الدروس بحيث أن التلميذ يمكنه أن يعود للدرس الذي لم يستوعب واستخراجه من جديد من هذه المنصة. هذه المنصة فيها دروس تلفزيونية وفيها دروس بالصوت وفيها دروس مكتوبة، منصة استحدثتها الوزارة. التلميذ يمكنه أن يستخرج الدرس الذي يجد فيه صعوبات ويتصل بمعلمه الذي عادة ما يكون على تواصل معه. في موريتانيا، في هذا البلد، في نظام التربوي الموريتاني، هناك هبة لا بد أن أشيد بها من طرف القطاع التربوي، لأنه في كل مقاطعة، كل منطقة هناك مجموعة من المعلمين يتابعون التلاميذ في المنازل، وهناك مفتش مقاطعات وقطاعات يتابعون يوميا تلاميذهم في الفصل السادس، وتصلنا إنتاجاتهم وتصلنا مخرجاتهم وأعمال التلاميذ حتى. يعني هي شبكة. لكن هذه المنصة الرقمية التي تحتوي المادة أو بيانات المادة التربوية، النشاط اليوم يقدم مساعدة لمن هم خارج تغطية البث التلفزيوني والإذاعي، لم نتحدث عن الإنترنت. أحرى أنه إذا كان موجود إشكال يتعلق بوجود أصلا بث تلفزيوني وإذاعي، ألا يجب أن نتوقف عند نقطة وجود مواد رقمية موجودة على الإنترنت؟ كيف يمكن لمن لم تصله التلفزيون والإذاعة أن يجد المادة على الإنترنت؟ أنا أتحدث عن العملية بشكل عام. العملية تتوزع إلى عدة محاور، وهناك جزء قسم تتم تغطيته تلفزيونيا يعني الوساطة الحضرية، وهناك قسم تلاميذ يتلقون هذه الدروس إذاعيا، وهناك قسم يستطيع أن يعود لهذه الدروس أي وقت ما شاء يعني في الأوساط الحضرية التي توجد فيها شبكة الإنترنت، وهناك مجموعة قليلة لا يصلها البث التلفزيوني ولا الإذاعي ولا الإنترنت، وهي مستهدفة بالكتب، وعلى أي حال لا تمثل قطعا أغلبية ولا حتى النصف ولا الثلث، وإنما هي مجموعة قليلة من المناطق المعزولة في بلادنا. لكن هناك أيضا تواصل مع المعلم الفصل ومفتش القطاعات والمقاطعات الذين هم على صلة متواصلة مع هذه الأوساط المدرسية. نحن على تنسيق مستمر، يعني هناك بعض الإدارات الجوية التي تقوم بعملية تقوم جولة في الولاية ومتابعة أوضاع التلاميذ وتصنيف المناطق التي يصلها البث الإذاعي والمناطق التي لا يصلها البث الإذاعي، وتقديم الدعم التربوي للمناطق التي لا يصلها البث الإذاعي. هذا حصل، أعطيك نموذج، يعني هناك جرد مثلا بالنسبة للولايات القديمة، هناك جرد المناطق التي لا يصلها البث الإذاعي، وهناك تعامل مع هذه الوضعية. وبالتالي الكتاب اليوم هو يقدم دعامة تربوية للمعلم الموجود في الميدان، تعطيه خلاصات مركزة وقدمها لتلاميذه بشكل مباشر، وبالتالي في هذه الحالة نضمن إلى حد ما تغطية كاملة للخريطة المدرسية المتعلقة بالتلاميذ. إذن بذلك مشاهدينا الكرام نختم هذه الحلقة من المشهد. باسمكم جميعا أشكر الدكتور محمد والمني والغلام المفتش المكلف بالتعليم الأساسي بوزارة التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب، وأشكركم أنتم على طيب المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، شكرا وإلى اللقاء.